في وضع يدعى نفسه كبر الأحمى فيها عندما نقول الله وصنف عن الله في وضع على الصدر أن اليدين على الصدر ما ليشو الثابت في هذا الثابت عن الرسول عن الصلاة ما في شو ثابت ما ليش ثابت قابل المسألة الحقيقة يا أخ فيها دقة من دقتها أن النصوص الشرعية انقسم إلى نص عام وإلى نص خاص. هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومخيل، هذا من علم الفقه في أصول الفقه. يا الله بعد المقدمة القصيرة خلوني إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث حول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، مثل هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في الدنيا. لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من اين اخذوه؟ طبعا ما اخذوه مثل ما يقولوا في بعض البلاد من بيت ابوهم. لا وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا، أي خاص بهذا الموضع. لأن نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة، قام في الصلاة ممكن يكون قيام الأول قبل الركوع، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع. يا ترى هذا الرجل الذي هو في الأعلى وائل الحجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كلي والد عاصم أو ابنه عاصم، لأن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر. ترى هذا الراوي او ذاك او ذاك لما قال كان رسول الله اذا قام في الصلاه، هل عمل هذا له اي في القيام الاول القيام الثاني؟ هنا موضع النزاع، واضح؟ هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقول النص عام، النص عام يعني يشمل القيامين، وانا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي. كان اذا قام في الصلاة وضع، لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة الصلاة الينا ما احد منهم ذكر انه عليه السلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد. بل في مسلم الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث المفكر لأن هذا العموم اللي قلنا انه بيستدلوا بالعموم مش مقصوده،
راوي حديثا وائل او من دونه ما يقصد هذا العموم. لما كان في صحيح مسلم ان وائل بن حجر وصف صلاه المشهور عليه السلام كبر والتحق وضع اليمنى عليه السلام ثم قرا ثم رفع رفع يديه كما فعل في المره الاولى كي تثبت الاعراض ثم ركع ثم رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك ثم سجد وبكاد يصف الصلاه ولا ذكر رفع يديه حياه الله المره الاولى عند تكبير الاحرام المره الثانيه عند الركوع المره الثالثه عند رفع راسه من الركوع وفي كل من المره الثانيه والثالثه الركوع كذلك يعني كما رفع من تكبير الاحرام المبعد لا يقول ثم وضع كذلك لا يذكر يعني لما ياتي في الحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين ويكرر الوضع مرتين المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد وله في صحيح مسلم لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة دي في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد هو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية فقهية جدا وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف أو بعبارة أخرى كل نص عام والنص العام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء لأن السلف ما عملوا به. إيش معنى هذا؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع للناس نص عام يشمل الوضع القيام الثاني لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل ولا يعمل به لأن نقول هذا النص عام جوابنا السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل الآن نرد نظرنا التفصيل نقول هذا النص عام لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ويدخل فيهم إمام
من أئمة الأربعة المتبعين من المشركين، أن أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني، لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذن كيف لا يقول بإمام أئمة المسلمين وراح يأتي في آخر الزمان يكون هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن، وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف، وضع في الشام احيانا بي عندك النقاط كلمه بدون توقيت، يقولون بدون اعجام، وهي يزيد مثلا، يزيد نقطتين تحت ونقطة فوق الراء تقرأ يزيد، لكن أحيانا نراها غير معجمة مهملة، يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق. ممكن حينين أن تقرأ بريد بدل يزيد، ممكن أن تقرأ بريد. متى يزول الإشكال؟ لما نحط النقط ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد، وهم نحط تحتانية نقطة وتقرأ مريد. فالآن أنا بقول وضع مخاطر الحروف مثال، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضلوا صلاة الفرد بخمس في رواية بسبع وعشرين درجة. هذا الحديث متفق على صحته في الكتاب. انتم ترون الان معي ان هذا الحديث من حيث لفظه عام، صلاة الجماعة. الان الحديث نحن صورة دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا، كل واحد انتهى ناحية يريد ان يصلي السنة القبلية، واحد من الجماعة بدا له رأي، قال يا جماعة ليش هيك عم تشردوا من الغنم بدون راعي؟ تعالوا نصلي جماعة، ليش عم نصلي فلانة؟ وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وبعدين في حديث كمان يدعو الله على الجماعة. ترى لو استدل بعض أحدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل، وهو أن نصلي السنة للرواتب قبل جماعة بحجة حديث صحيح، شو ردنا عليه؟ القاعدة السابقة، كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يقل حكمه من هذا النص العام، لأنه لو كان هذا الحكم موجودا في الحديث لطبقوه. هذا ما يعني أردت بيانه، وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع مقاطع الحروف. فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة، صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن والحمد لله انه لا هي جماعة ويشوع؟ ما في عندنا نص انه لا تصل الجماعة، وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني، لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا ان السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها انا انفا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع، على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث،
لكن ما جاء نبي عمل كما ذكرنا أنفا لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام المسلمين. وعاجر عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يدعون إلا في القيام الأول. فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ويقول هذا بدل أن في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك أي لو واحد قال كامل نصلي جماعة عشان نصلي فرازة ونقول له بدنا ما يدعوك من عمل السلف في هذا كامل فهمت أنت ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي في النساء. خلاص يا الله وأنا الحقيقة ما أعرف الحديث ولا أعرف.